عن منافسة بين أم وبنتها حول رجل. أنت جمال متى وضعت بهيك موقف؟ موقف أني أنا ارتكبت خطأ، لأن أنا خاطب بنت بتجوزة ورجعت تعرفت على أمها. كيف يعني تعرفت على أمها؟ يعني أنا خطبت البنت وكتبت كتاب، ظلت لمدة 3 شهور روح وإجي لعندهم. هي ظلت ببيت أهلها؟ بس كنت بكتاب يعني. كنت بكتاب، كان زوجتك؟ جوزتي، كنت بكتاب عادي يعني. وماني عارف إنه في مشاكل بينها وبين أمها. صارت الأم نظراتها غريبة وصارت تعمل حركات، تعمل كذا لتجلبني لعندها. وصارت صار في علاقة جنسية بيني وبين الأم. وأنا خاطب بنتها كاتبة كتابة قصة بدي أسبوع لحتى أجيبها على بيتي. أدي عمرها زوجتك كان؟ 27. وحماتك أدي كان عمرها؟ بالأربعين. بالأربعين. يعني بتقول أخوي، بتقول مش أمها، بتقول أختها. يعني الأم أحلى من البنت. كيف بلشت القصة بينك وبين أمها لزوجتك يعني؟ وكيف صار الانجذاب الأولي؟ أنت اللي أقدمت أو هي اللي أقدمت؟ أكيد هي، لأني أنا بدي روح على بيتها. عمي هلأ عمي متوفي، جوزة لحماتي متوفي. بدي لمرة قالت لي تعال عنا، رحت عادي. أنا رحت عادي، صرت نظراتها غريبة، تطلع على نظراتها غريبة. هلا أول مرة. تاني مرة صارت نظرات ولبس وضع تاني. لما بلشت الام تعمل هيك حركات خبرت زوجتك انه؟ لا 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 لا، خبرتها قلت لي الماما هي هيك طبيعتها، تطلع وغنوجي شوي وبتغار مني انا يعني هيك. قلت لي انه انا الماما بتغار مني انا. كل ما جاب اجى عريس لعندها بتفركش القصه، يا بتكحشه يا بتعمل لها طريقه نفس الطريقه اللي هي استعملتها معي انا. بس ليه ام بدها بنتها ما تتزوج؟ يمكن لانه خوف على بنتها، بنتها ما بدها اياها تصير مستقله، بدها بنتها مع حدا يعني. بس ليه في سبب ثاني انه الام؟ اذا في منافسه بين الشخصين في تخريب. صارت الام بدها تخرب على بنتها، ما بتحب مصلحه بنتها. بس قالت لك زوجتك يعني كل ما يجي عريس الام بتخرب لي كانت العلاقه. تخرب لانه هي بتغار منها في مشاكل سابقه. شو هي؟ ما بعرف شو هي المشاكل السابقه، مش عارفه شيء. أول ما بلشت الأم تتقرب منك كنت تجاريها أو كان الرادع الأخلاقي أكبر؟ لما أنا كنت داريها على أساس أنه هي حماتي، أنا بدي أعاملها كأم. يعني كنت ترفض أنت؟ أكيد. بتعتحدي هذه حماتي. بس هي راحت لبعيد، هي راحت لبعيد. كيف راحت لبعيد؟ أي أساليب صارت تستخدم مشان تقربك أكثر منها؟ أساليب لبسها، نظراتها، كل الأساليب اللي هي لازم تصير. كانت تلعب على نقاط قوتها هي او على نقاط ضعف بنتها؟ على بنتها تقول لي انه هي بنتي بتوجع لك راسك، هي بنتي اتركها وانا باخذك. قلت لها انت، انا فاكره عم تمزح اول مره، فكري انه هي عم تمزح. شو قالت لك؟ قالت لي دشر البنت وانا باخذك، هيدي بنتي بتوجع لك راسك. قبل هلا انا اخذها على دكتور حكيم نفساني، ما انا منيحه ابدا. لما قالت لك بنتي بدها توجع لك راسك، انت شو قلت لها؟ قلت لها لا، انا كاتب كتابي بدي اتجوز، ما في داعي لهالامور هذه كلها ابدا. شو اللي بلشت انت تلمسه عند الام وكنت عم تفتقده عند البنت؟ الام عندها خبره اكثر من البنت. الام عندها خبره اكثر من البنت. الام بتبين اصغر من بنتها. والام احلى من البنت. قد ايه ضليتك انت وياها سوا؟ شهر. هالشهر كيف كانت هي علاقتها مع بنتها؟ عادي كانت، ولا احلى من هيك. كانت تحب بنتها، بالعكس صرت لما انا صار في علاقه انا وياها صرت احب بنتها اكثر من الاول. استمريتوا شهر سوا؟ شهر. الى ان شو صار؟ الشهر لمرة انه على اساس بنتها راح على المستوصف على الحكيم يعني، ما راحت، شافتني فتت لعندها او شكل الموضوع. البنت شكل الموضوع، فتت لعندها البنت. الجرم مشهود، طلعتنا من الجرم مشهود، ما حكيت ولا كلمة. وقعت شوي بالأرض، بعدين قعدت ولا كلمة. قلت هلا بتركني دغري دغري. قلت
تتركني، تتركني دغري ابدا. هذه ما انا ام، هذه ما انا ام، ما هيك الام بتكون. هي ما انا ام، انا ماني حلومك لك كله لك انت، لانه هي ما انا غريبه علي القصه، ما انا غريبه علي. هي ما لمتك، انت لمت حالك. انا عملت خطا. برايك لما وقعتك الام كانت بدها تاذي بنتها او كانت بدها تعبي فراغ عاطفي عم بتعيشه؟ لا بدها تاذي بنتها. ليه برايك؟ انه برايي انه بدها في مشاكل، بدها تاخذ طرا شيء ما بعرف، عملت غيزه يعني. شو عملت غيزه؟ بس انت يعني انت خطبتها للبنت فتره وكتبت كتابك، يعني ما تعرفت عليها اكثر، ما عرفت طبيعه العلاقه بينها وبين امها، ليه العلاقه متوتره بيني وبين امها؟ انا ما كنت، انا كنت اخذها وروح من البيت، دور السيارة ولا غيره. امتى علقت امها؟ قبل قد ايه من زواجكم كشفتكم البنت؟ قبل ما نتجوز تقريبا باسبوع. بتعتبر حالها الام ربحت؟ خربت بيت بنتي. الام خربت بيت بنتي، ما ربحت لا ابدا. وانت ليه قبلت تفوت معها بهالتصفيه الحسابات بين ام وبنت؟ ضرتني، والام عندها خبره اكثر من البنت. شكرا لك جمال. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.